زوجة الأسير وأنسة أهالي الشهداء والأسرى، وفاء جرار شهيدة بعد شهرين من العذاب عقب بتر الاحتلال قدميها من أعلى الركبة بعد إصابتها خلال اعتقالها من منزلها. فداك أمي يا رسول الله. ابنة جنين التي لم يخل مكان فيه مكلومون إلا وكانت موجودة جابرة لخواطرهم، عاشت سندا لكل من يحتاج السند، وكانت بلسما لجراح أمهات الشهداء والأسرى وعوائلهم، وفية لقضيتها كل الوفاء. قتل الاحتلال جرار واغتال روحا معنوية كانت زادا للكثيرين، وكأنه يستكثر على الفلسطينيين من يصبرهم ويحثهم على الثبات. أسيرة جريحة شهيدة أكملت الحلقة كلها في غضون شهرين، واختصرت سيرتها كل أوجاع الفلسطينيين. عبد الجبار جرار وحيدا في غربته، أسيرا سيصله خبر ارتقاء حبيبته. اغتال وفاءه التي قال عنها حين علم بإصابتها: أم حذيفة أحسن مني، رجليها سبقوها على الجنة. أما عن الوداع الأخير فهكذا كان الوداع: أبناء وفاء ودعوها بآيات الصبر والثبات. عرفت إنه زري عندك روح، وحكت ثلاث جمل: الحمد لله أنا راضية بس الله يثبتني، ونزحت باختبار الدنيا ونزحت باختبار الجنة، يا أم السهداء مع السلامة. بعدك أنا مدري لوين أروح، الدنيا ضاقت والقلب مجروح، كل ذكرى في قلبي عليك تنوح، دنيا الحزن مكسى ليالي.